دعي الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر الذي هو الذهب قال والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود الذي البخور هذا الذي يسمى نشتريه بأغلى الأثمان قال والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب، لأن المرأة في مكانه مثل الماء الذي يأسن إذا بقي لا يتغير ولا يتجدد سيفسد مذاقه ولونه وطعمه. بي عليه الصلاة والسلام قال سافر تصح، فالسفر إذن يجدد المعين ويعلم الإنسان ويكسبه، إذا كان تاجرا يكسبه نفعا وربحا، وإذا كان طالب علم يكسبه علما. وقد عبر عن هذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. إذن في السفر فوائد، بل إنه مرة يعبر أيضا يقول ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. هذا الإمام الشافعي يقول هذا، ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، راحته في السفر الانتقال تغيير الأجواء تغيير الحال، لأنه يكسب العلم بالتنقل ويكسب المال بالتنقل ويكسب الخبرة والتجربة والحنكة.